قبل ذلك أريد أسألك، من اللي يتحمل المسؤولية عما وصلت إليه الكرة العراقية حاليا من تدهور؟ اكيد بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه اكيد يمكن الكره العراقيه مرت يعني ظروف صعبه جدا، يمكن اهم يعني حدث هو عدم صعود المنتخب الى كاس العالم. اكيد على كل التخبطات المشاكل اللي حصلت هي بالدرجه الاولى، يعني نتكلم انه الاتحاد مسؤول عن المنتخب، مسؤول عن تنظيم الدوري، فاكيد احنا كرياضيين ولو نتحمل جزء قليل، لكن احنا مو ضمن الاتحاد وضمن اللجان اللي تعمل بالاتحاد، فاكيد الاتحاد يتحمل كافه المشاكل اللي وقعت في المرحله السابقه، تداول بوضع المنتخب، المدربين اللي تعاقبوا على تدريب المنتخب خلال يمكن السنوات الماضيه، خاصه في تصفيات كاس العالم الاخيره 4 إلى 5 مدربين مشكله. فاكيد الاتحاد يعتبر الاول والاخير هو يتحمل المسؤوليه. طيب النجوم وين دوركم انتم؟ بصراحه النجوم احنا مو يعني قلت لك احنا مو هيئه عامه، بصراحه هي تعرف انت هيئه عامه 54 او 52 شخص بالاتحاد الانتخابات، احنا اجتمعنا وانتخبنا رابطه لاعبين دوليين، انتخبنا حوالي 7 إلى 6 أعضاء في هذه اللجنه. نعم. وصار وبيناتهم الـ6 والـ7 الأعضاء انتخبوا الكابتن يونس محمود، صار رئيس رابطه لاعبين دولي الوحيد اللي هو يحق ليدخل بالانتخابات، ودخل بالانتخابات على مقعد نائب الرئيس الاول، ويعني ما حالف الحظ. نعم. بصراحه الانتخابات والاتحاد اكيد هناك تحالفات تصير. هو حظ ام تخطيط برايك؟ نعم. تخطيط حظ ام تخطيط؟ لا تخطيط. نعم. تخطيط يعني يونس لو لعبه صح بصراحه يمكن لو نعم. انا شاهدت يعني يوم امس على موقع التواصل الاجتماعي والفيس والتويتر انه ناس وعدوه لو كان داخل على عضوية الاتحاد لكان هو موجود الان من ضمن كابينة الاتحاد العراقي. زين، يعني هل تم التغرير بيونس محمود برايك وانه ادخل حتى يبتعد عن كابتن عدنان درجال نشأة اكرم ودخل كنائب رئيس ووقع بالمصيده مثل ما يقولون؟ شوف استاذ ناظم بصراحه هي الانتخابات خاصه على الرئاسات الثلاثه الرئيس الاتحاد والنائب الثاني، يعني ما اتوقع اي واحد اذا دخل ضد هؤلاء الثلاثه يقدر يفوز بصراحه. ليش شنو السبب يعني؟ يعني صار لهم فتره يعملوا سوى، وقلت لك هناك تحالفات مثل ما تصير بالمجلس النواب الانتخابات محافظات هي ائتلافات، اتالف انا وياك نتالف مع 25 شخصيه نفوز بالانتخابات. لكن انتخابات تدري انتخابات البرلمان اذا قلنا انتخابات مفتوحه ولا ويعني الناس تصوت واللي يجيب اصوات يصعد، لكن المشكله اليوم انتخابات اتحاد الكره يعني موضوع الهيئه العامه، ليش مغلقه الهيئه العامه؟ مختص لو 54 او 52 واحد. نعم. خلص يعني رضيت اما يعني ترضى او ما ترضى، صارت 54 واحد وخلص هاي الهيئه العامه. هذا الشيء مقنع برايك؟ احنا نريد الهيئه العامه تصير اكثر من هذا، ليش؟ نعم. اكو اتحادات. نعم. اتحادات يمكن الهيئه العامه توصل مال 70 او 80. نعم. ليش اتحاد القدم مختص له بهالمجموعه؟ يعني عضو لاعب منتخبات واحد، مدربين منتخبات واحد، لجنة حكام واحد. معقولة يعني مثلا انت تقول نجوم كرة القدم فقط واحد؟ احنا نريد نصير اكثر، لكن نعم. هو النظام الداخلي اللي موجود بالاتحاد هذا واحد بس. النظام الداخلي منو وضعه برايك؟ اكيد